السلام عليكم مشاهدين قناة بلكوني جاردن، مساء الورد عليكم، مساء الخير. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع زراعي مهم جدا، وهنتكلم فيه ببساطة شديدة عن البديل الآمن والعضوي لمكافحة الحشرات والفطريات على السواء، سواء كانت داخل التربة أو خارج التربة، يعني على النبات. النهاردة هنتكلم عن زيت النيم. زيت النيم هو كده، او النيم اويل، زيت النيم. هنتكلم عنه وعن فوائده وايه هو زيت النيم، وكيفية الاستخدام، ونسبة الاستخدام، وبيفيد في ايه، وكيفية او طريقة العمل البيولوجية بتاعته في قضاء ومكافحة الحشرات والفطريات على حد سواء، وايه مميزاته في الاستخدام، اللي يخلينا ايه، يعني ايه اللي يخلينا نستخدمه واحنا مطمنين. فنشوف مع بعض النهارده ايه هو زيت النيم. طبعا غالبا ما يكون المبيد الحشري بزيت النيم حل رائع وجميل اذا كنت بتواجه مشاكل مع الحشرات او الافات الحشريه والافات الفطريه اللي بتزعج وبتقلق منامك وتخليك خايف على زرعك او نباتاتك من الاصابه، او ان الاصابه تقضي على النبات. طبعا احنا كمربيين نباتات في المنزل، او البستانيين المزارعون في المزارع حتى بقى بيستخدم زيت النيم عامه بشكل واسع وفي اطار واسع وفي دول كتير جدا جدا جدا، بما انه عضوي وامن وذو فعاليه عاليه جدا على فكره. طبعا هو لن يؤذيك، لن يؤذي اطفالك، لن يؤذي النبات، لن يؤذي الحشرات النافعه اللي هي زي النحل والفراشات والحاجات اللي بتساعد على تلقيح الزهور لانتاج الثمار وخلافه والبذور وخلافه. فهو امن في الاستخدام على جميع الاصعده البشريه والحيوانيه والنباتيه، عشان كده هو يعتبر رقم واحد في الزراعة العضوية، ويستخدم في جميع أنحاء العالم بشكل واسع الفترة اللي فاتت ديت، من فترة يعني من كام سنة. النهاردة هنعرف مع بعض ايه زيت النيم. هو زيت ناتج عن عصر أوراق وثمار شجرة النيم. شجرة النيم هي شجرة موطنها الأساسي الهند وجنوب شرق آسيا. شجرة كبيرة من الأشجار المعمرة اللي ممكن تصل لعشرة 12 متر، شجرة كبيرة يعني لها أوراق ريشية كده. الأوراق دي عطرية، عطرية خفيفة، بيستخلص منها ومن ثمارها، لها ثمار شبه الزيتون، شبه حبات الزيتون، بتعصر وتستخلص منها المادة الزيتية اللي موجودة فيها، زي ما بيعصروا الزيتون كده ويطلعوا منه زيت الزيتون. الشجرة دي اسمها أزا ديركتا انديكا، ده اسمها العلم للي حابب يعمل سيرش عليها او يشوف موضوع عنها. الشجرة دي بتستخلص من اوراقها زي ما قلنا وثمارها اللي هي شبه حبات الزيتون. مادة فعالة جدا اسمها أزا ديركتين. المادة دي ذو فعالية عالية جدا جدا، وهي دي المادة الفعالة في الموضوع اللي بنتكلم فيه في زيت النيم. ليه بأكد على النقطة دي؟ لأن لازم وانت بتشتري زيت النيم تتأكد من نقطة مهمة جدا، وهل هو زيت النيم معصور على البارد ولا معمول ولا معصور على حرارة. المعصور على حرارة بيبقى مادة الأزا ديركتين دي اتكسرت وملهاش أي 30 لازمة، فأنت هترش زيت النيم هيعمل معاك شكل حلو، بما إنه هو يعتبر ده برضك هقول من استخداماته إن هو يعتبر ملمع للنبات، منظف وملمع للنبات، لأنه طبعا هي طبقة زيت فأنت بتحطه بيخلي النبات شكله روعة وبيحافظ عليه من الأتربة فترة كبيرة، وده عن تجربة تمام. فهو يستخدم علشان مادة الأزا ديركتين اللي ليها فعالية على معظم الآفات الحشرية الموجودة ومعظم الآفات الفطرية الموجودة والمتعرف عليه، فعال فعال فعال. طيب النبات ده بيتعمل ازاي؟ عرفنا خلاص ان هو بيتعصر على البارد، وده لازم تسأل فيها. يعني مثلا انا لما جيت اشتري العبوة اللي انا اشتريتها، اتصلت على خط الساخن للشركة وسألتهم، لأن مش مذكور في النشرة الداخلية إنه معصور على بارد ولا معصور بإزاي.
اكدوا لي لما قلت لهم ان انا هستخدمه استخدام كذا، اكدوا لي ان هو معصور على البارد، وفعلا في ناس بتاخده منهم بكميات لاستخدام في المزارع. طيب زيت النيم بيتعمل ازاي؟ مش بيتعمل بقى ازاي، بيتنفذ التطبيق بيه ازاي على النبات، او بنقوم برشه ازاي على النبات؟ احنا قلنا انت بتحتاج يعني حاجتين، الميه والبخاخ والزيت اهم. دي الزيت، زيت النيم اهوت، والبخاخ تمام، ودي الكرتونه بتاعت زيت النيم. احنا بناخد معلقه البخاخ عندي هنا 2 لتر، بناخد معلقتين شاي، ده في حاله الوقايه، معلقتين شاي على لترين ميه، ونرش ونخلطه كويس. في ناس بقى بالنسبه لي موضوع الخلط، طبعا الزيت لا يمكن ان يختلط بالماء، على راي الفنان الكبير هاني رمزي لا يمكن ان يختلط الزيت بالماء، دي قاعده طبعا ايه فيزيائيه معروفه. ففي ناس بتقوم عامله ايه عشان ما تقعدش ترج البخاخ كتير، وطول ما هي مثلا شغاله ترج البخاخ عشان يخلط الزيت، بتقوم حاطه معلقه فيري اللي هي بتاع الصحون او بريل، اي سائل غسيل صحون. ليه؟ بيقوم بإذابة يعني كعامل مذيب للزيت، ونرج كويس لحد ما تلاقي المحلول بقى دايب كويس في بعضه، ونبدأ نتعامل بالرش على النبات من فوق لتحتيه، ونرش زي ما ترش يعني ما يهمكش، هو ما فيهوش أي حاجة. طبعا يفضل قبل استخدام أي حاجة جديدة أو أي موضوع للي ما استخدمش مثلا زيت النيم قبل كده، إن أنت تعمل تجربة على نبات وما تقلش طبعا التركيز. انا عن نفسي ما بحطش بريل او فري، ما بحبش استخدم المذيبات الصناعيه ديت. في ناس بتقول لك في مذيبات عضويه طبيعيه في امريكا في مش عارف فين، ما عندناش احنا الكلام ده، احنا كل المذيبات صناعيه. فهي انا بعمل ايه؟ انا مجهود بسيط شويه والموضوع مش متعب. انت كل ما انت ضغطت خلاص، حطيت الزيت وحطيت الميه، انت لو رجيت الزيت في الميه كده قدامك في ازازه بيضه بتاعت ميه او حاجه ساقعه، هتلاقيها اصلا هي دابوا مع بعض او يعني اتخلطوا. لكن لو سبتهم 10 دقائق او 5 دقائق هتلاقي الزيت بدا يطفو تاني الى السطح ليكون بقع الزيت، والميه تنزل تحت يبقى ميه، يعني هيحصل عمليه فصل تاني. فطب نتغلب على النقطه دي ازاي؟ انا ما بحبش ارش بسائل صابون او حاجه من دي، انا طول ما انا برش كل دقيقتين بقوم رجج البخاخ كويس، ماسكه رجه رجه 100 100 متينه، واقوم ضاغط يعني رجه كده كتير، وضاغط الهواء ضاغط الهواء وارش، بيدي معايا نتيجه زي الفل. وبعدها بدقيقتين ارج تاني واقوم راشش، وبعدها بدقيقتين اقوم رج تاني واقوم راشش. الموضوع كله ما بياخدش يعني، ما هوش فيلم يعني، بحس ان انا ما بحبش احط ايه اي حاجه صناعيه زي ما قلنا. وبكده بنطبق زيت النيم، بيترش لنا زي في الوقايه معلقه شاي على لتر الميه او معلقتين شاي على لترين الميه، عم ايا كان بقى سعه الحاجه اللي انت هترش بيها الرشاش بتاعك، عندي 2 لتر وعندي 5 لتر على حسب سعه الرشاش اللي انت بتتعامل بيه. بتحط زيت النيم، دايما التزويد في الشيء بيقلب ضده، ما نزودش دايما لا في سماد ولا في ادويه ولا اللي هي مبيدات، ولا نزود فيه حتى لو كان اورجانيك، ما نزودش في الحاجه. زود في الحاجه ليه؟ الحاجه بتدي مثلا، هي بتدي نتيجه بكذا، بيقول لك معلقه شاي هيفيدني ايه لما احط معلقتين؟ هي معلقه شاي تكفي، وكان الله بالسر عليه تمام، وبنرش وبنتوكل على الله. طيب لو هي بقى في عندي اصابه فعلا وما عنديش مبيد حشري وعايز اعمله زي مبيد، هنتقل شويه، هنخلي معلقه الشاي الصغيره معلقه شاي معلقه طعام كبيره، او معلقتين شاي على لتر الميه تمام، وبرضك نرش على مجموعه من الاوراق ونسيبها نص ساعه ساعه. لو ما حصلش اي ذبول او اي احتراق في الورق في خلال الساعه، بنكمل نتوكل على الله ونرش النبات. طيب انا عملت تجربه، انا اول مره اشتغل فيها بزيت النيم، انا حطيت المقادير اللي هي كويسه وتوكلت على الله، رشيت على طول بالصلاه على النبي كده زي ما بنقول بالبلدي، وزي الفل ما عملش اي حاجه ولا عمل اي حاجه ايه وحش، بالعكس ده خلى الزرع زي الفل، نظفه لانه يعتبر كطارد اصلا للحشرات كمان، الدبان اللي بيجي يلزق على الزرع، الناموس اللي بيبقى في البلكونه، وبالذات مع درجات الحراره بقى العاليه الرخمه، احنا في موجه حر يعني شديده جدا، درجه الحراره تصل فوق الاربعينات بالراحه يعني، فحاجه بصراحه
تلاقي الدبان كتير والناموس كتير والحشرات اكتر. فعامة كوقاية هنخليها معلقة شاي صغيرة على لتر مية. طيب كمبيد فعلا لو في حالة إصابة بنخليها معلقة طعام كبيرة أو معلقتين شاي. جميل. اللي هي مثلا بالنسبة بالملي هنقول مثلا 5 ملي للوقاية لكل لتر، وعشرة ملي في حالة الإصابة بأي آفة حشرية أو آفة فطرية كمبيد حشري أو مبيد فطري. ده بالنسبة لنسب الاستخدام. طيب عايزين نعرف كمان هي آلية عمل زيت النيم بتبقى ازاي. الفكرة كلها يا جماعة ان زيت النيم آلية العمل فيه ان هو بترشه على النبات زي ما قلنا، بيمتصوا النسيج الحيوي بتاع النبات، بيخش في عصارة النبات، بيعمل طعم غير مقبول بالنسبة للحشرات المصة والقارضة او الافات الزراعية. فبيجي الحشرات تمص تمص العصارة بتاع الزرعة او الورقة، او تيجي الدودة مثلا القارضة تاكل الورقة فتلاقي طعمها وحش، فتبدأ تمتنع عن الاكل، فتبدأ يقف طور النمو بتاعها يقف، فيحصل تعطل في دورة الحياة بتاعها فتموت. فبالتالي دي يعتبر مكافحة بيولوجية يعني. هي ويقال ان زيت النيم برضك بيؤثر على الهرمونات الداخلية بالحشرة، فبيعمل لها زي دربكه كده داخليه في جسمها، بتخلي جسمها مش مظبوط، تعمل تشوه في البيض، فيطلع البيض مش كويس او لا يفقس، حاجات زي كده. كل ده مثبت بالتجارب العلميه اللي اكدت صحه المعلومات، واكدت ان استخدام زيت النيم فعال جدا في القضاء ومكافحه معظم الافات الحشريه والفطريه كمان. بس هي دي كل الفكرة في آلية العمل بتاع زيت النيم. طيب ايه مميزات زيت النيم في الاستخدام اللي يخليني او يشجعني ان انا ادور على زيت النيم واستخدمه؟ هنعرف مع بعض. طيب هنا بقى هنتكلم عن مميزات زيت النيم اللي تخليني وتخليني اتشجع ان انا استخدمه كبديل للمبيدات الفطرية والمبيدات الحشرية. هنقول اول واحد خالص انه هو او اول سبب خالص انه غير سام، ده امن طبيعي خالص، لانه هو يعني نتاج عصر بذور واوراق شجره طبيعيه، وهي معموله على تجارب وموصى عليها من المؤسسات الزراعيه الكبرى يعني على مستوى العالم عامه. فهو غير سام للتربة، غير سام للثمار، لو مثلا حد هيرشه على محاصيل مثلا خضروات فاكهة كلام من ده، غير سام نهائي، تمام، آمن وطبيعي 100%. وبرضك تاني سبب هنقول هو آمن وغير سام بالنسبة للحشرات النافعة. ايه الحشرات النافعة؟ وهو ازاي بيعرف الزيت ده الحشرة النافعة من الحشرة الضارة؟ هو آمن للحشرات النافعة زي فرس النبي والدعسوقة اللي هو الخنفسة الحمراء ديت اللي بتتغذى على المن، والحشرات اللي هي الآفات الحشرية الوحشة اللي هي المصة والقارضة. فدي حشرات نافعة، دي أصلا صديقة البيئة، الحشرات دي ما بتاكلش الزرع، الحشرات دي بتاكل الحشرات الاقل منها اللي هي مضرها بتتغذى على الزرع، سواء كانت قارضة زي الديدان، وسواء كانت ثاقبة مصة زي العنكبوتات او السوس او الاقروصات بشتى انواعها وشتى اشكالها. فهو سام على الحشرات الضارة وبيحافظ على النحل والحشرات الكويسة اللي بتساعد على تلقيح زي ما قلنا في بداية الحلقة النباتات والزهور لإنتاج الثمار وإنتاج البذور. تاني أو تالت سبب قلنا عضوي، زيت النيم عضوي وبيتحلل زيت النيم بسرعة وما بيسيبش أي آثار دائمة في التربة ولا في النبات. فبكل بساطة وبكل يعني سرعة قدرت اقول لكم زيت النيم وايه مميزات زيت النيم، ودي شكل زيت النيم مع اختلاف العبوات طبعا يا جماعة، شركات كتير، حاول تختار شركة كويسة وتتأكد ان الشركة بتعصر زيت النيم على البارد
علشان تقدر تستفيد بمادة الأزاديراكتين اللي قلنا عليه. بدون مادة الأزاديراكتين في زيت النيم مالوش أي فايدة. بنأكد على معلومة، مادة الأزاديراكتين هي نعتبرها المادة الفعالة، نعتبرها المادة الفعالة في زيت النيم. اللي عنده شجرة النيم وعايز يعمل منها زيت يخش يشوف الطرق على اليوتيوب، في فيديوهات كتير كيفية تحضير زيت النيم. لو انت عندك شجرة فعلا في حديقتك وزارع شجرة الشريش او زيت النيم، هي معروفة بالشريش للناس اللي مش عارفة زيت النيم او شجرة النيم، معروفة بالشريش عندنا في الوطن العربي. عندك الشجرة وعايز تعمل منها، ممكن تخش تشوف الطريقة ازاي تعصر البذور او الثمار بتاعها والاوراق بتاعها لاستخلاص الزيت منها وتطبيقه على نباتاتك في مزرعتك او في حديقتك. وبكده اكون خلصت حلقه زيت النيم ولميناها مع بعض كده وعرفنا ايه فايده زيت النيم وازاي نستخدمه ونسبه الاستخدام الامنه برضك. خلينا نتاكد ان هي الامنه ونأكد برضك على نقطة ان هو بيستخدم في تلميع الزرع بيخليه جميل، بدل ما تروح تشتري ملمعات للناس اللي هي بقى كيفة شوية او المهتمة شوية، في حاجة اسمها ملمع للنباتات بيجاب وبيترش على الزرع بيخلي ورقة الزرع تلمع زي الجلد كده. لا انت الزيت، ما الزيت انت لو جبت نقطة زيت وعملت كده هتلاقيها بتلمع معاك الورقة زي الفل. زيت النيم يعني بيتطبق في الموضوع ده برضك، يبقى منه وقاية ومنه تلميع. الموضوع جميل، زيت النيم جميل، ما فيهوش اي ضرر، انا جربته جي 4-5 مرات، ممتاز، بنصحكم بيه عن تجربة، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة ودمتم في امان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.